بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. لقاء جديد وحل أسئلة جديدة في مادة الفيزياء مع معلم كبير مادة الفيزياء عرب ولغات مستر فتحي الغنيمي. أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب، نمسح المسألة اللي احنا عملناها دي، كانت مسألة عويصة قوي، كانت باين عليها إنها كبيرة في الآخر. كل الفرح ده ب 25 اوم بس. المسألة اللي جاية صغيرة بس، بيقول لك ايه؟ ما تخافش الا من ايه؟ الصغير ده. يعني قرن الشطة بيبقى صغنون كده، لكن تلاقيه مولع. قرن كبير قد كده اهو، وتلاقيه بارد زي المية. يعني ممكن تجي لك الفكرة في المسألة الصغيرة، والمسألة الكبيرة تبقى أسهل بكتير. فدلوقتي احنا مش هنبص، إن شاء الله مع بعض مش هتخلي في حاجه صعبه باذن الله، باذن الله بعد توفيق ربنا قبل كل شيء. مش هيبقى في قدامنا حاجه صعبه وحاجه سهله. المساله مديك دايره كهربيه، ومن خلال الدايره الكهربيه ده بيقول لك اوجد المقاومه المكافئه. طيب، الدائرة الكهربية قدامنا بالشكل ده كده، أدي مقاومة، والمقاومة ديت أدي البطارية بتاعت المقاومة دي قيمتها R، متصل بالفولتميتر. الفولتميتر ده أي صار جهد مقداره V2. جميل. والبطارية طبعا الطرف الثاني متصل بمقاومة ثانية برضه قيمتها R، بس المقاومة دي متصل بمقاومة ثانية برضه قيمتها R. الدايرتين دول في فولتميتر بيقيسوا الجهد بتاعهم V1، فرق الجهد بينهم V1. طيب، طالب مني ايه بقى في الدائرة دي؟ بيقول لك في الدائرة الموضحة بالشكل احسب النسبة بين قراءتي الفولتاميترين. اللي هي عايز ايه؟ قيمة، اوجد قيمة V1 على V2. عاوز قيمة V1 على V2. طيب، V2 قايسة مقاومة واحدة، يبقى الجهد اللي ماشي على المقاومة دي هو اللي جاي لي على الفولتاميتر. لكن V1 قايس لي مجموع المقاومتين دول. طيب، هما المقاومتين دول توصيل توالي ولا توازي؟ توازي. لأن لو قلت إن ده الطرف الموجب وهنمشي كده لتحت، يبقى ده الطرف السالب، يبقى كان أحد طرفيها متصل بالقطب الموجب والطرف الآخر متصل بالقطب السالب، كل منهم المقاومتين. فطالما الاطراف احد طرفي المقاومه متصل بالقطب الموجب، احد طرفي المقاومات متصل بالقطب الموجب، والطرف الاخر للمقاومات متصل بالقطب السالب، يبقى ده اسمه ايه؟ توصيل توازي. كمان هم عاملين زي السطر بتاع الكراسه في بعض، لو انت شلت الزجزاج ده اعتبرهم سطرين متوازيين، يعني بالبلد تجيبها بالعلم تجيبها. طيب، الفولتمتر لما يقيس لي قيمة المقاومات على الار دي والار دي، لازم الأول أجيب المقاومة المكافئة بتاعتها. لا، بدلالة ار، مش بدلالة، يعني أنا مش هجيبهم كمقدار 5 6 7 8، لا، أنت هتجيب المقاومة بدلالة ار، كأن قيمتها اسمها ار. كأن قيمتها اسمها إيه؟ ار. طب إحنا اتفقنا إن هو توصيل توازي. طيب، انا في التوصيل على التوازي بقول ايه؟ 1 على ار داش هتساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2. طب لما يبقوا مقاومتين قلنا حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طب لما يبقوا متساويين يبقى قيمه المقاومه الواحده على عددهم. المقاومه المكافئه لما تبقى المقاومات متصله على التوالي، عدد المقاومات في المقاومه الواحده. طب على التوازي المقاومة الواحدة على عدد المقاومات اللي عندك. طب أنا عندي قيمة المقاومة R، طلعوا متساويين، دي R ودي R، عددهم كم؟ مقاومتين، واحدة R
واحدة جميل قوي. طب عشان اجيب المقاومة المكافئة بتاعتهم اللي هي ار داش بتاعتهم بتاعت ار وار تعمل ايه؟ قال لك يا اما تقول ار داش زائد واحد على ار داش بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين، ده لو مش متساويين، لو المقاومتين مش متساويين، ولما تلاقيهم اتنين برضه ما تستخدمش العلاقة دي، تستخدم علاقة حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طب لو متساويين العملية تتساوي خالص، هتبقى في الحالة دي بتساوي قيمة المقاومة الواحدة على عددهم. قيمة المقاومة الواحدة اللي هي ار على عددهم اللي هو ايه؟ ار قيمتها ار، قيمة المقاومة الواحدة ار. عددهم انا معايا اتنين مقاومة، يبقى ار داش لار وار بتبقى ار على. حلو كده؟ طيب الدايرة دي بقى شكلها هيتغير ازاي؟ بعد ما انت جبت المقاومة المكافئة اللي ار داش اللي طلعت ار على اتنين، هيبقى شكلها عامل كده. ادي ار وادي البطارية وادي ار داش بتاعتي، ار داش بتاعتي اللي انا طلعتها بتساوي ار على ايه؟ على اتنين، ودي ار. اقفل الدايرة بتاعتي. حلو كده؟ هنا في 1 قصدي في 2 وهنا ايه؟ في 1. عملت انا حاجة؟ انا رسمت لك الدايرة بعد الاختصار. واضح من خلال الدايرة ديت مالكش دعوة بالأجهزة المتوصلة دي اللي بتصفر الجهد، ما هيش في الدايرة بتاعتنا دي، تطلع لك الجهد بتاع الدايرة. هلاقي المقاومة ار وار داش كانهم توصيل توالي في الدايرة. أدامهم توصيل توالي يبقى التيار اللي ماشي في الدايرة كله متساوي سواء كان في ار دي أو في ار دي. طيب أقول له في 1 على في 2، هي في بتساوي إيه؟ أي ار. طيب جميل، يعني بالنسبة للفي بتاعت ار ديت بتاعت ار ديت اللي ار داش هتساوي اي ار داش في 1 على اي الفي 2 بقى اللي هي بتاعت المقاومة اي ار. جميل، بس انا عندي ار داش، خلي بالك الاي الاي اللي هتمشي في المقاومة دي والالف اللي هتمشي في المقاومة دي متساوي، ان احنا اتفقنا ان المقاومتين توصيل توالي، فالتوصيل على التوالي بيكون التيار المر في الدايره، التيار كل اللي مر في الدايره متساوي مع التيار المر في كل المقاومات. جميل، يعني اقدر اشيل اي من فوق قصاد اي من ايه؟ من تحت، بقت ار داش على ار. طب ما ار داش اساسا بتساوي ار على 2، وادي ار تحت، اطير الار مع الار، يبقى اذا في 1 على في 2 ار 1 ديت فيها الواحد، ودي طبعا هتبقى فيها الواحد وتالت في اتنين باتنين، يعني هتساوي واحد على وتخلي في المسألة. أعزائي الطلبة والطالبات، عشان ما أطولش عليكم أنا هخلي البث المباشر بتاعي مختصر، يكفي مسألة واحدة بس لكل بث مباشر، وبعد كده نبقى نخش على المسألة اللي بعدها في بث جديد. تابعونا وإن شاء الله هتجدوا كل المسائل اللي انا بعرضها عليكم مهما كانت المساله صعبه ويبان انها صعبه هيتضح في الاخر انها سهله. في الاول هتبقى معاك نص ونص، اكتساب الخبرات بشغلك معايا زي التليفون كده ما بيبقى له سماعتين، انت كده لو السماعتين شغالين بتتفاهم معايا، مش واحده فيهم بس عطلت، انت كده لا هتتفاهم معايا معاك ولا اللي معاك هيتفاهم معاك، فانا وانت زي السماعات بتاعتي. انا ليا شغلي ان انا اوصل لك خبرتي، وانت ليك شغلك انك تشتغل على نفسك. لو واحد فينا عطل انا ما عرفتش افهمك وانت ما اشتغلتش بعد على نفسك، احنا كده زي التليفون الخربان. علشان يبقى التليفون سليم اشتغل معايا، وانا اللي هيقدرني عليه ربنا هعمله معاك باذن الله، وارجو للجميع التوفيق مع افضل تحياتي واطيب تمنياتي للجميع. مستر فتحي الغنيم معلم كبير ماده الفيزياء عربي ولغات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.